مساء الخير. بعد يوم دام من التصعيد إثر فشل المفاوضات مع ممثلي النظام، تنتظر أحياء درع البلد ساعات حاسمة للبت في مقترحات جديدة قدمتها لجان التفاوض المركزية عبر الوسيط الروسي. كل ذلك لم يمنع استمرار حركة النزوح للأسر من درع البلد التي ما عادت تثق بوعود ممثلي النظام وتخشى أن يباغتهم تصعيد مفاجئ يوقعهم رهينة حصار مستحكم. أما في المحور الثاني لحلقة اليوم، يتولى جلاد الموت زمام الأمر في طهران بمباركة وليها الفقيه، وذلك في وقت عصيب يعاني فيه الاقتصاد تبعات حصار أرهق البلاد وجائحة لم تبقي ولم تذر من إمكانيات صحية للتصدي لها. تنصيب إبراهيم رئيسي زعيما جديدا لإيران يأتي في وقت يحتدم فيه الصراع مع القوى الغربية وإسرائيل حول استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، وتلويح برد جماعي منها على تهديدها حركة الملاحة الدولية. لكن ذلك كله لم يشفع لطهران لدى تل أبيب العازمة على الاحتفاظ بحق الرد بشكل فردي، وإن آزرها حلفاء دوليون وأقروا بمسؤولية طهران عن الهجوم. مرحبا بكم. قالت مصادر محلية أن اللجان المركزية بدرعا قدمت مقترحا جديدا للنظام عبر روسيا، وذلك بعد يوم من فشل المفاوضات والتصعيد في المنطقة. ويقضي المقترح في أحد بنوده نشر قوات عسكرية تابعة للفرقة 15 والأمن العسكري إلى جانب عناصر من اللواء 8 في عدة أحياء بدرعا البلد. تقرير عبد الحميد دباك. محافظة درعا ما تزال تعيش مشهدا معقدا منذ أكثر من أسبوع. لا بوادر للحل تلوح في الآمال ولا مفاوضات قد تشهد أي انفراج قريب، خصوصا مع تعنت النظام ومواصلة قواته تهديدها باقتحام أحياء المنطقة رافعة من سقف مطالبها لحل ملف درعا بالكامل. تبدو المعادلة معقدة في الجنوب السوري. جولة مفاوضات جديدة بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية التابعة لنظام الأسد بوساطة روسية. اللجان المركزية قدمت مقترحا جديدا يقضي بنشر قوات عسكرية تابعة للفرقة 15 والأمن العسكري إلى جانب عناصر من اللواء 8 المرتبط بروسيا في عدة أحياء بدرع البلد. ومن بين البنود المقدمة من اللجنة المركزية أيضا السماح بإجراء عمليات تفتيش محدودة في بعض الأحياء السكنية بدرع البلد، وذلك بحضور أعضاء من لجان التفاوض. كما وطالبت اللجنة المركزية بمحاسبة مجموعات من الفرقة الرابعة التي ارتكبت انتهاكات وتجاوزات بحق المدنيين، إضافة إلى دخول قوات من الشرطة العسكرية الروسية لمتابعة عملية تنفيذ الاتفاق. ورغم انحسار المفاوضات بين لجان النظام ولجان أهالي درعا إلى أنها تجري بتنسيق ورعاية من موسكو التي لم يصدر عنها أي تعليق رسمي بشأن ما يجري على الأرض، ما بين المفاوضات الجارية والاشتباكات والقصف الذي تشهده المنطقة، يبقى الخاسر الأكبر من كل تلك التطورات الأهالي الذين ينزحون من قراهم وبلداتهم تخوفا من عملية عسكرية مرتقبة للنظام والميليشيات الإيرانية. فهل تبقى مهد الثورة السورية على ما هي عليه؟ أم أن الأمور تتجه نحو التهدئة؟ تلك تطورات تكشفها الأيام القادمة. للحوار والتحليل ينضم إلينا رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد الله الأسعد، وأيضا معنا من العاصمة الأردنية عمان الصحفي إبراهيم عويد. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور عبد الله الأسعد، يعني بداية كيف تنظر إلى المقترحات الجديدة التي قدمتها اللجان المركزية في درعا؟
مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع هي عبارة عن طلبات تعجيزية مفاوضات تلو الأخرى، طبعا ليس القصد منها الوصول إلى تهدئة أو إلى هدوء في المنطقة وشيء يرضي أهالي درعا. هم يطلبون طلبات تعجيزية في الواقع بعد أن قاموا بحوالي 4 إلى 5 اقتحامات على محاور وخسروا كثير من الأرواح وأيضا خسائر بالمعدات. طبعا الآن يعني آخر ما توصل إليه بعد أن جاء وزير الدفاع وعاد، طبعا الآن يريدونهم أن يدخلوا الجيش على شكل حواجز وعلى شكل نقاط، هذه النقاط تبقى ثابتة في المنطقة، تفتيش البيوت، طبعا تفتيش البيوت هذا الاتفاق النهائي أو الطلبات النهائية بحضور الفيلق الخامس وبحضور بعض من لجان المصالحة المركزية. لكن طبعا يعني أيضا يجدون فيها أهالي درعا بأن هذا الموضوع فيه إذلال. يعني بعد من ذلك طبعا هناك يعني بعض الخلافات أيضا، الكل يعرف بأن الفرقة الرابعة أصبحت تقريبا يعني مجنس، المجنسين فيها الميليشيات كثيرون جدا، فهم طبعا بين الفينة والأخرى يقومون عبر المحاور التي تم التقدم منها. هم وضعوا قواعد نارية، هذه القواعد النارية من أجل أن يتقدم العناصر باتجاه حي البحار، باتجاه منطقة النخيل أو النخلة، من اتجاه الجمرك القديم أو الهجانة. طبعا هذه المناطق أثناء المفاوضات، حتى أثناء المفاوضات يتم رمي الدبابات. يعني يوم أمس لم تنم درعا بالكامل. يعني هم بالإضافة إلى المفاوضات القصف لا يهدى نهائيا، خاصة بقذائف الدبابات التي تسقط على المنازل. يعني في الواقع هم يريدون من هذه المفاوضات، كما قال وزير الدفاع يوم أمس عندما جاء قال نحن سندخل إلى درعا، سنضع العلم فوق الجامع العمري هدية لبشار الأسد، ونقول له من درعا بأننا رفعنا العلم التابع لنظام أسد فوق الجامع العمري، فوق جامع الذين رفضوا الانتخابات ورفضوا صناديق الاقتراع في درعا. إذن هنا نحن أمام، ليس يعني أمام شروط مثلا وضع عناصر ونقاط أمنية، إنما إذلال لهذه المنطقة. وظهر يعني ظهر بالفيديوهات وتسجيلات صوتية من أعضاء لجان المصالحة، هم لا يريدون منا أن نوافق على شروط. نحن لا نريد قتال، نحن لا نريد قتال، نحن مسالمون. ماذا تريدون أنتم؟ تريدون درعا؟ خذوا نحن نخرج بالكامل. يعني لأنه نتيجة هذا التعنت الذي أو نتيجة هذا الحقد الموجود من النظام، من نظام أسد، هم الآن أصبحوا أكثر تشبثا في أرضهم وفي بيوتهم. لأنه يعني أبناء درعا هم قلقون أن تدخل عناصر الفرقة الرابعة إلى درعا. هنا سيكون الانتقام، سيكون الحقد، سيكون القتل، وسيكون يعني تدمير الحجر والبشر في هذه المنطقة. هذه البنود طبعا يعني الذي يفرضها يعلم بأنها غير يعني غير مقبولة، ولن يعني لن يقبل بها أهل درعا نهائيا، فهي مذلة. يوم أمس حتى أثناء قصف الدبابات كانوا أبناء درعا حتى المدنيين يقولوا نحن نموت تحت قصف الدبابات، ونحن قلنا منذ الأزل أنه الموت ولا المذلة. يعني لا تتوقعوا كما تقولون جئتم لتمسحوا بكرامة الأرض ونحن صامدون. الآن طبعا تم التخفيف من المطالب بعض الشيء، لماذا؟ لأن الخامس اقتحام يفشل. في اليوم الأول 50 إلى 60 عنصر من الجثث أثناء الاقتحام، في اليوم الثاني طبعا تدارك الأمر ودخلوا طبعا 14 جثة إلى 20 جثة. فهم يعني تقدير الموقف تبعهم والخطة التي وضعوها هي خطة فاشلة. لذا هذه المطالب لم يقبل بها، لم يبق السكان المدنيون لم يقبلوا بها. عداك على أن يعني المصالحات أو لجنة المصالحات المركزية في درعا هي يعني لسان هؤلاء 50,000 المحاصرون. والآن يعني اللجان المركزية في درعا سيد إبراهيم عويد كما نتحدث يعني قدمت هذه البنود أو المقترحات التي تقضي في أحد بنودها بنشر قوات عسكرية تابعة للفرقة 15 وأيضا إلى جانب الأمن العسكري وعناصر من اللواء 8 التابع للفيلق الخامس المرتبط بروسيا تحديدا. كيف يمكن أن يكون رد النظام على هذه البنود برأيك؟ أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين الكرام. طبعا
بالتأكيد نظام الأسد المجرم والميليشيات الإيرانية التي هي حاليا من يقود العملية العسكرية في الجنوب السوري بشكل كامل رفضوا هذا الشرط بشكل قطعي. حاليا هناك تهدئة لمدة 24 ساعة، لكن بالرغم من إعلان هذه التهدئة إلا أن نظام الأسد ومن خلفه الميليشيات الإيرانية وحزب الله الإرهابي لم يلتزموا بهذه التهدئة وعاودوا القصف ومحاولة الاقتحام إلى المنطقة من جديد. طبعا بالتأكيد على ما تكلم به حضرة الدكتور قبل قليل، نعم النظام يحاول إذلال المنطقة، يحاول رد اعتباره، يحاول ترميم عقدة النقص لديه من جراء محافظة درعا، جراء الحراك السلمي المدني الذي تقوم به هذه البقعة الصغيرة جغرافيا والكبيرة استراتيجيا بموقعها الجغرافي والسياسي في المنطقة، من خلال ما قامت به محافظة درعا من حراك سلمي ومدني، من خلال مقاطعة الانتخابات، الوقفات السلمية الاحتجاجية كل يوم جمعة أمام المسجد العمري، بالإضافة إلى ما تكلم به حضرة الدكتور، النظام يهدد بشكل مباشر بحرق هذه المنطقة وتهجير أهلها عن بكرة أبيهم أو إذلالهم إلى المحتل الإيراني. هذا ما يسعى النظام الإجرام إلى تعميمه، ترويجه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ترويجه عبر وسائل الإعلام الخاصة به. هناك محاولات من قبل القنوات التابعة لنظام الأسد بالترويج إلى أنه حربه هي من أجل استعادة سلطة الدولة وهيبة الدولة في هذه البقعة الجغرافية، السيطرة على السلاح بحسب تعبيرهم، أيضا الترويج إلى وجود مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة الجغرافية، علما أن هذه المنطقة هي من يتواجد بها هم أهلها فقط من أبناء حوران، من أبناء الجنوب السوري، هم جميعا سوريين أبناء هذه المنطقة منذ الأزل. النظام يحاول بكل ما أوتي من قوة إلى تشويه سمعة هذه المنطقة، واسم هذه المنطقة بالإرهاب من أجل تجميل ما يقوم به أمام المجتمع الدولي، لكن النظام سقط سقطة كبيرة عندما قامت اللجنة المركزية بتخفيف مطالبها من أجل حقن الدماء، طالبوا بتهجير 50,000 شخص إلى الشمال السوري. النظام لم يكتثر، الجانب الروسي لا يتحمل مسؤولية ما يحصل حاليا في الجنوب السوري. فضلا عن كل هذه النقاط، اللجنة المركزية في درعا البلد بالإضافة إلى مجلس عشائر حوران بشكل كامل أصدروا عدة بيانات، منها مثل ما تكلمتم به في تقريركم، دعوة إلى أبناء حوران بشكل عام والسوريين إلى الانشقاق من صفوف قوات النظام بشكل عام، إضافة إلى بيان آخر وجهوا فيها مناشدة إلى المجتمع الدولي، يدعون المجتمع الدولي إلى قدوم قوات فصل إلى هذه المنطقة، إما لحماية المدنيين وأهالي هذه المنطقة وإما إخراجهم سالمين إلى بقعة جغرافية أخرى. اللجنة المركزية عندما طالبت بهذا البند، بند التهجير بشكل كامل 11,000 عائلة أي 50,000 نسمة إلى أي مكان آخر، هو من أجل حقن دماء السوريين موجودين بهذه البقعة الجغرافية. هذه كله حاليا تطورت إلى غاية هذه اللحظة، لكن من باب آخر هناك أهداف غير معلنة سواء من قبل الجانب الروسي أو الجانب الإيراني. حقيقة كل الطرفين يريدان السيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل، لكن هناك اختلاف في الآراء والأهداف بينهما حول آلية السيطرة. فالروس يعملون على المدى البعيد وغير المنظور، من يمثل الرؤية الروسية الحقيقية حاليا في هذه المنطقة هو وزير الدفاع الروسي شويغو، يمثلها على أرض الواقع أيضا ألكسندر زورين والجنرال الروسي المسؤول عن المنطقة أسد الله باتشين، هم كلاهما يعملان الآن كصلة وصل ما بين اللجنة المركزية التي تمثل رؤية أبناء الجنوب السوري وبين اللجنة الأمنية التي تمثل الرؤية الإيرانية حقيقة. نعم سأعود لك يعني سيد إبراهيم عويد، سأعود لك نعم اسمح لي سأعود لك، ولكن سأبقى مع في هذه النقطة مع الدكتور عبد الله الأسعد. يعني نتحدث هنا عن دور روسيا دكتور عبد الله الأسعد، برأيك يعني هل موسكو غير ميالة للتصعيد ونظام الأسد يريد فرض يعني ما هو يريده في درعا؟ ألا تستطيع موسكو أن تفرض رؤيتها ورغبتها بشكل أكبر وتضغط على نظام الأسد؟ شوف هو روسيا يعني كانت في الاتفاق الرباعي الذي جرى بين الأمريكان والروس والأردن وإسرائيل على أن تكون هذه المنطقة طبعا يعني بحماية روسيا وبكفالة روسيا، وروسيا عندما تمت مصالحة في عام 2018 قالت لأهالي درعا لا تخرجوا إلى الشمال، نحن نحميكم من عناصر الأسد، لا نسمح لهم بالدخول إلى درعا، سيبقوا خارج المدن، الجيش سينسحب إلى ما يعني إلى ما خلف الخطوط التي تقدم عليها من اتجاه بصر الحرير وصولا إلى منطقة إزرا. طبعا يستطيع الروسي أن يتدخل ويمنع إيران ويمنع نظام الأسد، يعني اتصال واحد فقط من الروس يعني تتراجع القوات وتنسحب من محيط درعا ومن حصار. لماذا لا تتدخل موسكو إذن؟ موسكو هناك يعني ضمنيا هو يوجد اتفاق على قتل أبناء هذه المنطقة وتهجيرهم، واتفاق على أيضا ضمني بين الروس
وبين إسرائيل أيضا على أن يكون الإيراني موجود في المنطقة، هذا تحت الطاولة. أما بالإعلام طبعا يقولون قصفنا وضربنا، وما هي إلا طبعا يعني عبارة عن إشاعات المراد منها أن هناك توتر في المنطقة. لكن يعني الروسي عرف منذ أن دخل إلى مفاوضات طفس، عرف صلابة أهل هذه المنطقة. يعني عندما مثلا المفاوضات، عندما اللجنة المركزية تقوم مثلا بتحديد شروطها، لأنهم عرفوا كيف يقدر الموقف، عرفوا أن المقاتلين الموجودين داخل درعا ما هي القدرة الدفاعية لديهم لصد الاقتحامات التي تجري على المحاور. عرفوا أن النظام للمرة الخامسة لم يستطيع أن يكسر شوكة هؤلاء المقاتلين، وعرفوا للمرة الخامسة أن العناصر يهربون أثناء التقدم وإعطاء إشارة الهجوم. إذن يعني النظام عهد أهل درعا، وأهل درعا عرفوا النظام وعرفوا هشاشته وعرفوا من هم هؤلاء المقاتلين الذين تقدموا باتجاه درعا. فالروسي طبعا يعني يعلم ويعرف بأنه راضي عما يجري، ولو كان هناك خلاف بينه وبين إيران، الآن الإيرانيين على جغرافية حوران ممتدين، وأصبحت هناك قاعدة كبيرة جدا الإيرانيين في اللجأ وفي درعا وفي محيط منطقة درعا وحتى بالقرب من الحدود السورية من اتجاه جولان المحتل 20 كيلومتر القوات الإيرانية. إذن هم هناك هدف آخر، هناك هدف آخر تغريبة أخرى لأبناء درعا لكي يتهجروا من درعا، وتهجير الشباب وقتل الأطفال، لأن الخوف كل الخوف. طبعا يوم أمس كان هناك مناشدة من أهل درعا، مناشدة للمجتمع الدولي للأمم المتحدة، أدخلوا القبعات زرق إلينا لتحمينا من هؤلاء، هي ستصبح مجزرة. ويعرفون إذا ما دخلوا سيقتلون الكبير والصغير، ولا يعني تأخذهم لا رأفة ولا شيء بأبناء درعا. فلذلك الآن قالوا سنجعل من اللواء الثامن في الخامس عناصر موجودة على الحواجز. طبعا هم ليس محبة باللواء الثامن، وإنما كي لا يتم طنصهم من قبل الثوار الموجودين في درعا، لكي يكونوا معهم عناصر يحموهم من أبناء الفيلق الثامن، اللواء الثامن الفيلق الخامس. وأيضا يعني هم حددوا نقاط محددة، وحتى يريدون أن يفتشون بيوت ناس بأعينهم وليس صحيح. يعني يفتشوا كل المنطقة. فلذلك طالما الآن الماء انقطعت عندما سيطر حزب الله على بير الشياح، ولم تبقى لا هناك لا مياه ولا كهرباء، وال يعني الآن المدنيين يعتاشون أو يأكلون من المونة الموجودة لديهم التي طبعا يعني حفظوها في البيوت خلال الفترة السابقة. نعم، اسمح لي أن أنتقل إلى سيد إبراهيم عويد. سيد إبراهيم، يعني هنا نتحدث أيضا عن اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المرتبط بروسيا، هل يمكن أن يلعب دور أكبر من دور الوسيط بين الطرفين؟ إلى هذه اللحظة لا نجد من اللواء الثامن تابع الفيلق الخامس الروسي سوى لعبه كدور الوسيط ونقل ما يطلبه اللجنة المركزية باتجاه الضامن الروسي أو الضباط الروس الموجودين في المنطقة، والذين بدورهم يناقشون هذه البنود أو هذه المطالب مع القيادة الروسية الموجودة بدمشق. وبالتالي هناك أيضا نقاشات تدور خلف الكواليس ما بين الروس وما بين القيادة السورية بحسب زعمهم، لكن جميعنا ندرك أن من يتزعم هذه العملية المفاوضات حاليا هم الإيرانيين والميليشيات الإيرانية المرتبطة بهم بشكل مباشر. أيضا إضافة إلى ذلك جميعنا ندرك ما يريده الإيرانيين من المنطقة، الإيرانيين يريدون السيطرة على هذه المنطقة بكل السبل المتاحة لديهم لما تمثل هذه المنطقة من استراتيجية جغرافية مهمة جدا في هذه المنطقة. ففي حال السيطرة على كامل الجنوب السوري ابتداء من درعا البلد، المنطقة المحاصرة منذ 24/6 إلى تاريخ هذه اللحظة، ما يزال الحصار مفروض على هذه المنطقة، الإيرانيين يريدون من خلال إنهاء ملف الجنوب السيطرة عليه بشكل كامل، إنشاء قاعدة كبيرة لهم على غرار ما يفعلون في جنوب لبنان، إنشاء أيضا حزب تابع لهم على غرار المقاومة حزب. لكن روسيا هل سوف ترضى بهذا الأمر سيد إبراهيم عويد؟ السيطرة على هذه الأمر. روسيا هل سترضى بهذا الأمر؟ يعني سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية. ما نشاهده اليوم على أرض الواقع يثبت لنا أن الروس يدركون تماما الأهداف الإيرانية، وهناك اتفاق مبطن ما بين الروس والإيرانيين وضاربين بعرض الحائط اتفاقية تسوية بعام 2018 وضاربين بعرض لها عهد التعهد الذي تعهدت به الروس أمام المجتمع الدولي أثناء اتفاقية تنفيذ اتفاقية الجنوب عام 2018 بإبعاد الميليشيات 80 كيلومتر على الحدود. للأسف
بعد اتفاق تنفيذ التسوية من دخل إلى أرض الجنوب قبيل دخول الشرطة العسكرية الروسية هم الميليشيات الإيرانية المرتبطة بإيران وبالحرس الثوري الإيراني، وهناك العديد أيضا من الميليشيات التابعة لهم، وهناك انتهاكات لا تعد ولا تحصى حاليا تحصل على أرض الجنوب السوري ابتداء من إطلاق سراح أسرى تنظيم داعش الإرهابي الذين تم اعتقالهم بعد تنفيذ اتفاقية التسوية والسيطرة على حوض اليرموك. جميع عناصر تنظيم داعش الإرهابي تم إطلاق سراحهم من قبل الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية المرتبطة بإيران، وحاليا هم من يقوموا بالعيث فسادا في أرض المنطقة، تنفيذ اغتيالات المنطقة منذ 3 سنوات إلى هذه اللحظة تعيش حالة من الفوضى، انعدام الأمن، انعدام الأمان، لا يوجد أي خدمات، جميع الخدمات من مياه، من كهرباء، من اتصالات هي معدمة في المنطقة. النظام يمارس العقوبة على هذه المنطقة، يريد توجيه درس ورسالة شديدة اللهجة إلى السوريين في الجنوب وفي باقي المناطق السورية، من يخرج عن سيطرتي، من يخرج عن سلطتي سوف يلقى مصير درعة. حاليا هناك مناطق أخرى يوجد فيها اشتباك من أجل تخفيف الضغط القائم حاليا على درعة البلد، تخفيف محاولات تقدم الاقتحام التي يحاول بها قوات النظام والإيرانيين الذين يحاولون تثبيت نقاط هجوم في محيط هذه المنطقة البسيطة. إضافة إلى ذلك الأهالي والمدنيين الذين يعانون حاليا من أزمة إنسانية حقيقة بكافة المقاييس وسط صمت مذهل للمجتمع الدولي، لا نعلم، لا ندرك لما المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة يكتفي فقط ببيانات قلق. القلق لا يفيد حاليا المدنيين الموجودين في الجنوب السوري. فضلا عن ذلك كل العائلات التي ترغب بالخروج من المنطقة، حواجز النظام والإيرانيين الموجودة في محيط المنطقة يتقاضون مبلغ $700 عن كل عائلة تخرج خارج هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك هناك العديد من الجرحى، عديد من العائلات الذين لا يجرؤون إلى الخروج إلى هذه الحواجز خوفا من الانتهاكات التي سوف يقوم بها النظام المجرم. وكلنا شاهدنا مقاطع الفيديو التي تسربت من الميليشيات والأرتال التي قدمت من العاصمة دمشق نحو الجنوب، الخطابات الطائفية التي يتم الترويج لها حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنظام الأسد وما يريد فعله حقيقة في هذه المنطقة، التهديدات المباشرة من قبل رؤساء فرع المخابرات الجوية أو فرع المخابرات العسكرية أو حتى وزير الدفاع السوري نفسه. شاهدنا جميعا الخطاب الطائفي، شاهدنا جميعا الخطاب الانتقامي من هذه المنطقة. بالرغم من كل ذلك اللجنة المركزية تؤكد على أنهم هم دعاة سلم ليسوا دعاة حرب، هم يريدون فقط الحفاظ على أمنهم، هم فقط يريدون الحفاظ على عائلاتهم وممتلكاتهم، ولا غاية هذه اللحظة النظام يضرب بعرض الحائط كل شيء. هناك مطالبات من قبل اللجنة بتنفيذ قرار 2254 تأمين خروج سليم لهذه العائلات إلى بر الأمان، لكن إلى غاية هذه اللحظة النظام ما زال يضغط، النظام يريد السيطرة على هذه المنطقة للتلاعب، وخاصة بالنسبة للإيرانيين يريدون السيطرة على كامل المنطقة من أجل استخدامها كورقة ضغط في مفاوضات فيينا حاليا القائمة. أشكرك الصحفي إبراهيم العويد، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. وجزيل الشكر أيضا لرئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبدالله الأسد. حياكم. مشاهدينا فاصل قصير ونعود من بعده لمتابعة سوريا اليوم.